أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري، وهذه عناوين النشرة. مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل يتابع مناقشة التقرير الأدبي قبل المضي في التقرير المالي واللوائح والشروع في العملية الانتخابية. مشروع بحثي يطوع القدرات التقنية والتكنولوجية لمعاضدة المراقبة الإلكترونية في مجال مكافحة الإرهاب ويعزز القدرات في المناطق الحدودية. تسلم 100 حافلة مستعملة لتعزيز أسطول شركات النقل بعدد من الولايات، واعتماد استراتيجية المحطات متعددة الاختصاصات لتقريب النقل. أهلا بكم. في اليوم الثالث من أشغال المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل، تواصلت مناقشة التقرير المالي خلال جلسة مغلقة قبل مناقشة اللوائح، وينتظر أن تبدأ الانتخابات في ساعة متأخرة من مساء اليوم. وفي عمومه كان المؤتمر من منظور المشاركين فيه من نقابيين وحسب قراءة الصحفيين المتابعين محطة بارزة في تاريخ المنظمة، تؤسس لدور أكبر والإسهام أوسع في مسار التنمية بتونس. يقدم المؤتمر 23 للمنظمة الشغيلة وقبل ساعة من اختتامه بالانتخابات وفرز الأصوات، مؤتمرا مفصليا على ضوء التنقيحات الموصوفة بالمهمة على مستوى قانوني الأساسي. يوم على الأقل نقحنا النظام الأساسي بصفة مرحلية، وتكرس فيه مبدأ اللي كانت بالفعل نعترفه الناس كلنا أن قيسة بالاتحاد العام للشغل هي تمثيلية المرأة في هيكل الاتحاد، إضافة إلى بعض التنقيحات الأخرى هي إمكانية زاد كذلك أن توسيع المكاتب التنفيذية والنقابات الأساسية في عدد مسؤولين نقابيين طبقا لعدد المخرطين، لأن في الوقت الحاضر عندنا زاد بعض التضارب. ذلك بالنسبة للمكتب التنفيذي الوطني تم توسيع التركيبة إلى 15 عضو، إلى بعض التنقيحات الأخرى اللي تنجم الفصل 10. كذلك القواعد النقابية قالت كلمتها وفرضت أن الفصل 10 هذا متاع دورتين في المكتب التنفيذي الوطني تبقى وما تتغيرش، وهذه إرادة القاعدة، رغم أن الآراء فيها والنقاشات فيها وجهة نظر فيها مختلفة جدا. نتائج المؤتمر يمكن الحسم فيها بعد صدور اللوائح التي ستكون برنامج عمل المكتب التنفيذي المستقبلي، لكن لا يمكن نفي ما صنف بنجاح الاتحاد في حج الاهتمام الوطني والعربي والأجنبي إلى منضويه. 6 سنوات اللي مرت منذ الثورة المجيدة، ما زالت أهداف الثورة لم تتحقق بعد على الأقل في مجملها. أي نعم هناك استقرار نسبي، هناك بعض المؤشرات الإيجابية، لكن ما زال ينتظرنا الكثير والكثير جدا، وخاصة مرافقة المسار الديمقراطي. هي مؤتمرات الاتحاد كلها كي تشهد أجواء منافسة، صف كل مؤتمر هذا بالذات يعني بعد حصول الاتحاد على جائزة نوبل للسلام ودور الاتحاد المهم في الحوار الوطني، وخاصة يعني الدور اللي بشير طلع به الاتحاد في المرحلة المقبلة والملفات المطروحة يعني أمامه، يعني تخلي المؤتمر هذا يعني مهم. بعد ساعات إذن تنطلق الانتخابات، بعض يتحدث عن منافسة ناعمة وبعض يتحدث عن احتمالات توافقية. أجواء جد طيبة، المترشحين الكل علاقات احترام وحب بيناتهم، وكأن ما ثماش معناها مترشحين معناها كثر، وكأن هي ثم قائمة واحدة مترشحة، لور كي هم معناها أكثر من 30 مترشح. وقبل انطلاق الانتخابات وخارج قاعة المؤتمر، عبرت بعض النقابيات مسنودات في ذلك بنسيج جمعيتي مدني، عبرن عن فرح بتنقيح الفصل 3 من القانون الأساسي القاضي برفع حصة تمثيلهن صلب هيكل الاتحاد بكل مستوياته، لكنهن طالبن سلطة القرار في الاتحاد بفرض انتخاب امرأتين في المكتب التنفيذي الجديد. في الحالي يعني الكوتا ماهيش مش تطبق كاين المدة الجاية، يعني في المؤتمر الجاي، وفي انتظار ذلك لابد من وجود امرأة في أو على الأقل أو 2 لملا في المكتب التنفيذي الوطني، لأنه غير مسموح للاتحاد اللي قام بدور ريادي سواء قبل الثورة أو بعد الثورة خاصة، والمكانة اللي موجود فيها والناس اللي والمناضلين اللي معاه، أنه ما تكونش موجودة مع شريكة في النضال بالضرورة هي شريكة في القرار. وتم على هامش المؤتمر تكريم قيادي الاتحاد المغادرين لمناصبهم.
ومعنا مباشرة مبعوث الأخبار مراد الأبيض لمواكبة أشغال المؤتمر. مراد، لو تضعنا في صورة الحدث بالنسبة إلى مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل في يومه الأخير، وهل تمت عملية التصديق على التقريرين المالي والأدبي واللوائح، ومتى تنطلق فعليا عملية الانتخابية؟ بالفعل منذ قليل تم التصديق على التقريرين المالي والأدبي، ومن المنتظر بعد قليل ستتم التصديق كذلك على اللوائح. ولمزيد التوضيح ينضم إلينا السيد حسين العباسي رئيس المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. سيد حسين، بعد 3 أيام من الأشغال، كيف قيمتم هذه الأشغال وأنت خرجت يعني من المسؤولية النقابية؟ مؤتمر كبقية المؤتمرات، يتعرض فيه التقرير العام ويتعرض فيه التقرير الأدبي ويتعرض فيه التقرير المالي. هي محطة من الحرطات اللي يقع فيها تقييم الأداء للفترة التي انتهت. طبعا كانت محل نقاشات ومحل تدخلات، وكانت أيضا هناك ردود، وبعد ذلك عرضنا على المؤتمرين اللي وافقوا معناها بالإجماع، معنى المصادقة كانت بالإجماع على التقرير الأدبي والتقرير العام وعلى التقرير المالي أيضا. و هي ثقة كبيرة معناها، لأنه ليس بالسهل أنه 540 نائب سيصدقوا بهذه النسبة التامة، ماشي حتى عالية، هي نسبة تامة. هكا ربما يزيد زملائي وأخواني في المكتب التنفيذي واللي مش يقع انتخابهم في المرحلة القادمة إن شاء الله يواصلوا بنفس الروح بنفس المسؤولية، وأنا متأكد أنهم مش يكونوا أفضل منا ومش يحققوا ما لم نستطع أن نحققه نحن. طيب، الناس كل تسأل وقتش تبدأ عملية التصويت على اللجان وكذلك على عضوية المكتب التنفيذي؟ النجال ما زالوا يشتغلوا الآن بعد ما يتمموا العمل نتاعهم باش يقع تلاوة معناها التقارير، سواء كان المتمثلة في لائحة مهنية، لائحة عامة، ولائحة العلاقات الدولية والصراع العربي الصهيوني، وبعد تصديق على هذه اللوائح نمر مباشرة إلى الانتخابات. ما نجمش نعرف نحدد الآن بالضبط، ولكن في كل الحالات العمل مش يبقى متواصل إلى أن معناها يقع الانتخاب وتتم عملية الفرز. من خلال ردود الفعل على الأقل على التقريرين المالي والأدبي وكذلك التعديلات اللي صارت على القانون الأساسي، هناك ردود فعل إيجابية وكأنها طريق معابدة أمام القائمة الوفاقية اللي ترأسها نور الدين طبوبي. لا، أنا رئيس مؤتمر وما نتدخلش بين المتنافسين، كلهم بالنسبة لنا هم بنات وأبناء الاتحاد، واللي يجيبوا صندوق الاقتراع هكا اللي مش للقيادة القادمة، واللي مش نتمنى لهم النجاح والتوفيق. وحتى إذا كان لا يسعفه الحظ باش يكون من بين الناجحين، أنا متأكد وأنه مش يحطوا اليد في اليد مع من نجح. هكا هو الاتحاد، لأنهم زيدين شادين بعضهم، نتنافس ولكن في نهاية المطاف معناها من أجل الحصول على المقاعد، ولكن خدمة للاتحاد وخدمة للبلاد. أهم توصية نجم يوصيها الأمين العام المتخلي للمكتب التنفيذي القادم؟ لا، أنا مانيش معناها وكأني مش تعتبرني كأني هكا أحب روحي ولا حاجة من هذا القبيل، لا أبدا، بكل تواضع أنا مناضل مع زملائي في المكتب التنفيذي، زملائي في أعضاء الهيئة الإدارية، وانا واحد منهم، ولكن ما نجمش نصيب لان انا متاكد اني مش نصيبي، هو في معناه هو في اذهانهم، ومتاكد انه مش يكون من بين معناها الاهداف اللي هم مطالبين بتحقيقها. فقط نقول لهم مزيد من الوحده، مزيد من معناها اللحمه، ونقول لهم ايضا دائما وابدا ما تنسوش تاريخ الاتحاد، حطوه بين عينيكم، حطوا تاريخ جيل التاسيس، كل الاجيال المتعاقبه اللي خدموا في الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقول لهم راو دائما وابدا الماضي معناها نحطه في تعداد التاريخ، ولكن نعود له ونرجع له باش ناخذ منه كل ما هو ايجابي. الحاضر ايضا كذلك، ويلزمنا نشتغل على المستقبل
معناها نزيد إضافات على هذا التراكم الذي يحصل للحركة النقبية في تونس. وأنا متأكد أنه من سيقع انتخابهم مش يكونوا أفضل منا نحن ومش يحققوا ما لم نحققه نحن. شكرا لك سي حسين العباسي. نعم شكرا. رئيس المؤتمر نعم. 23 لاتحاد الشغل. كما نعم شكرا كما لك مراد. منطقيا نعم. نعم شكرا لك مراد. شكرا كذلك لضيفك سيد حسين العباسي. ونتركك لمواكبة بقية فعاليات المؤتمر. وفي إطار معاضدة المجهودات الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب والتوقي من المخاطر المحتملة، تم في مركز الدراسات والبحوث للاتصالات إطلاق مشروع بحث ائتلافي للمراقبة ومكافحة الإرهاب في المناطق والأماكن الحساسة المغلقة منها والمفتوحة. مشروع بحثي فتي يتطوع القدرات التقنية والتكنولوجية لمعاضدة القدرات الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب وتأمين الحماية الاستباقية من مخاطر محتملة. قولوا هي سيم بلاتفورم تنجم تكون موجودة في مطار مثلا، شنو باش تلقى فيها ديكابتور، تلقى كذا، وأبارتير من لي دوني هذوما معناها تقع المعالجة ويمكن معناها تكون معناها بطريقة استباقية نجموا نحدوا موقع مثلا المشتبه فيه إلى غير ذلك. غون بروجي الهدف منه هو أنه نزيد الاقتدار نتاعنا الوطني في خصوص مراقبة الحدود بطريقة إلكترونية، وهذا معناتها باش يخلينا نربحوا جهد ومال ووقت ونزيدوا معناتها من اقتدارنا ومن قدرتنا على حماية أمننا. المشروع ائتلافي باعتباره يضيف الإمكانيات البحثية الوطنية في مراقبة الأماكن المغلقة فضلا عن المناطق المفتوحة. حماية المناطق العسكرية باستعمال تقنية الاستشعار عن بعد، معناها نحكيو هنا على الأقمار الصناعية، نحكيو على لي درون، ونحكيو على زاد اللي نسميهم لي ريزورت كابتور اللي هما يتابعوا بطريقة متواصلة على الأرض. المشروع البحثي الذي رصد له مبلغ قدر ب 600 ألف دينار ينتظر أن ينتهي أعداده في غضون 3 سنوات. وقد تركز اللقاء الذي جمع بقصر قرطاج رئيس الجمهورية البيجي قايد سبسبي وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني على آخر تطورات الأوضاع الأمنية على الحدود وفي المناطق الجبلية. أكد وزير الدفاع أن الأوضاع الأمنية على الحدود وفي المناطق الجبلية تشهد استقرارا وتحسنا متواصلا. من جهة أخرى قدم فرحات الحرشاني لرئيس الجمهورية عرضا حول آفاق التعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وتحدث رئيس الجمهورية البيجي قايد سبسي بقصر قرطاج مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يؤدي زيارة إلى تونس لترأس وفد بلاده في أشغال لجنة التشاور السياسية التونسية المصرية. وأكد سبسي على متانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس ومصر داعيا إلى مزيد تعزيزها في كافة المجالات، كما أبدى ارتياحه لمستوى التشاور والتنسيق القائم بين البلدين مشددا على ضرورة مزيد تكثيفه بما ينسجم مع التحولات العميقة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا. وتباحثنا في الأوضاع المرتبطة بليبيا والعمل المشترك لتعزيز استقرار ليبيا ومعاونة الأشقاء في ليبيا على تجاوز الأزمة الحالية، كما تناول اللقاء دعم العلاقات الثنائية في النطاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الأطر المختلفة لدعم هذه العلاقات، سواء كانت الحوار السياسي القائم أو اللجنة المشتركة التي يتم الإعداد لها والزيارة إن شاء الله التي سوف تتم بإذن الله من قبل الرئيس السيسي إلى تونس في الوقت الذي يتوافق مع ارتباطات الرئيسين. كما تحدث رئيس الجمهورية البيجي قايد سبسي اليوم بقصر قرطاج مع المبعوث الخاص لملك الأردن ووزير الدولة الأردني للشؤون القانونية بشر هاني الخصاونة. وسلم المبعوث الخاص الأردني إلى رئيس الدولة رسالة تتضمن دعوة خطية موجهة إليه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين لحضور مؤتمر القمة العربية المقرر عقده بالعاصمة الأردنية عمان في 29 مارس القادم. وعبر قايد سبسي عن ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه
حضور القمة العربية واستعداد تونس للمشاركة على أعلى مستوى في أعمالها، مؤكدا ثقته في قدرة الأردن على إنجاح فعالياتها وعمق تقديره للقيادة الأردنية، كما أعرب عن ارتياحه لتميز العلاقات التونسية الأردنية ومتانتها، مذكرا بنجاح الزيارة التي كان قد أداها إلى عمان في أكتوبر 2015. في مجال النقل، تم اليوم بميناء حلق الوادي تسلم 100 حافلة مستعملة من أجل تعزيز أصول شركات النقل بعدة ولايات، وتأتي هذه الدفعة بعد الانطلاق في استغلال دفعة أولى من الحافلات المستعملة منذ أشهر. تسلمت وزارة النقل 100 حافلة مستعملة وقع اقتناؤها من الوكالة المستقلة للنقل بفرنسا لتعزيز أصول عدد من شركة النقل العمومي وتحسين خدمتها. شركة نقل بمدنين عندها قسط بتاع 25 حافلة، الساحل 29 حافلة، وترانستوي شركة نقل تونس 46 حافلة. هذا يدخل في إطار استراتيجية وزارة النقل لتعزيز أسطول المؤسسات متاعنا والشركات الجهوية متاعنا في إطار حلول عاجلة خاصة لتحسين مردودية النقل المدرسي والجامعي. هذه الدفعة الثالثة اللي تابع شركة نقل تونس، دفعة أولى خذناها قبل العودة المدرسية نتاع 2016 123 حافلة، الكلفة ما تفوتش سعر محرك 20,000 دينار تقريبا ما فيها النقل. باش نستقبلوا 29 حافلة مستعملة، الهدف متاعنا هو تحسين الجودة وتلبية الطلبات الجديدة. تعتبر هذه الحافلات دفعة جديدة من الحافلات المستعملة التي بدأ استغلالها منذ أشهر في انتظار تجديد الأصول. الاستراتيجية الحقيقية متاعنا هي اقتناء الحافلات الجديدة اللي باش تمكننا من التقليص من معدل الأعمار متاع الأسطول متاعنا. عندنا تم إمضاء العقد الإطاري لاقتناء 1108 حافلة جديدة، عملية التسليم بتكون على مراحل ابتداء من شهر ماي 2017. هذا وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروع لحل مشاكل النقل في تونس الكبرى، إلى جانب اعتماد استراتيجية لتقريب خدمة النقل عن طريق محطات متعددة الاختصاصات. وفي مجال النقل دائما لكن على المستوى الجبائي، شرعت الوكالة الفنية للنقل البري منذ مطلع العام الجاري في استخلاص معلوم جديد لفائدة صندوق مقاومة التلوث عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المستعملة عند نقل الملكية، ويتراوح هذا المعلوم بين 50 و200 دينار حسب عمر السيارة وقوتها الجبائية. تطبيقا لمقتضيات الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2017، شرعت الوكالة الفنية للنقل البري منذ مطلع العام الحالي في استخلاص معلوم جديد لفائدة صندوق مقاومة التلوث، وذلك عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المستعملة ونقل ملكيتها لفائدة مشتري جديد، ويتراوح هذا المعلوم بين 50 و200 دينار حسب عمر السيارة وقوتها الجبائية، ويدفعه مشتري السيارة المستعملة عند عملية إحالة الملكية. وتجري هذه العملية على مستوى شبابيك الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. يختلف هذا المعلوم حسب عمر السيارة وقوتها الجبائية، ويكون تصاعديا كلما تجاوز عمر السيارة 10 سنوات. السيارات التي يكون عمرها أكثر من 4 سنوات دون أن تتجاوز 10 سنوات وقوتها الجبائية أقل أو تساوي 6 خيول يكون المعلوم الموظف عليها 50 دينارا. أما إذا كان عمر السيارة أكثر من 4 سنوات دون أن يتجاوز 10 سنوات وقوتها الجبائية بين 7 و9 خيول يكون المعلوم 100 دينار. في حال كان عمر السيارة أكثر من 4 سنوات دون أن يتجاوز 10 سنوات وقوتها الجبائية أكثر من 9 خيول يكون المعلوم الموظف 150 دينارا. في حال تجاوز عمر السيارة 10 سنوات وكانت القوة الجبائية للسيارة أقل أو تساوي 6 خيول يكون المعلوم 100 دينار. أما إذا تجاوز عمر السيارة 10 سنوات وقوتها الجبائية بين 7 و9 خيول فيكون المعلوم 150 دينارا. وفي حال تجاوز عمر السيارة 10 سنوات وفقت قوتها الجبائية 9 خيول فيكون المعلوم الموظف 200 دينار. تم اليوم الاتفاق حول صيغة التقرير النهائي المتعلق بملف المفروزين أمنيا الذي سيتم إحالته قريبا على أنظار رئاسة الحكومة حسب بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. كان ذلك خلال جلسة عمل ترأسها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، وخصصت لمتابعة النظر في تقدم معالجة ملف المفروزين أمنيا ونتائج عملية التدقيق في القائمات وجلسات
الاستماع للمعنيين. وشارك في هذا الاجتماع التشاركي عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلين عن الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والهياكل الوزارية المعنية. وفي موضوع متعلق بالذكرى الثالثة للمصادقة على دستور الجمهورية الثانية، يومان يفصلان عن تاريخ المصادقة على دستور تونس الجديد، 3 سنوات من الممارسة الدستورية، تجربة اختارت أن تقيمها وحدة البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بالتعاون مع مؤسسة كونراد إدناور الألمانية في إطار ملتقى دولي أشرف على افتتاحه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وحضره عدد من النواب المؤسسين والخبراء الدوليين في القانون الدستوري. 3 سنوات من الممارسة الدستورية، عود بالذاكرة إلى لحظة فارقة في تاريخ الانتقال الديمقراطي في تونس وإعلان ميلاد مرحلة جديدة قطعت مع دستور 59، تجربة تكاد تكون فريدة من نوعها في تاريخ تجارب مقارنة عرفت ثورات على أنظمتها. تم اليوم تقييمها في هذا الملتقى الدولي الذي افتتحه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. نحيي المؤسسين وأعضاء المجلس التأسيسي اللي بفضل عملهم وبفضل تضامنهم وبفضل مبرز من تضامن وتوافق مكننا من هذا الدستور هذا اللي يعتبر مكسب لتونس. تجربة 3 سنوات من الممارسة الدستورية تحسب لها إنجازات، ولكن أيضا كان فيها نصيب من الإخفاقات حسب خبراء في القانون الدستوري. ما لم يتم إنجازه خاصة في ما يتعلق بوضع عدد من المؤسسات الدستورية وبالمصادقة على عدد من النصوص التشريعية، رغم فوات الآجال التي اقتضاها الدستور لترى النور. أولا، والناس كل صاروا يعرفوا الموضوع هذا، موضوع المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء هذا يتربط عنه نتيجة، والنتيجة هي وأن إرساء المحكمة الدستورية صار معلق. مبدئيا تونس تسير في الطريق الصحيح في تطبيق ما جاء في الدستور من مبادئ، رغم وجود بعض العقبات مثل إحداث المحكمة الدستورية. اليوم بعد 3 سنوات يجب إرساؤها حتى تنطلق في عملها. تقييم التجربة يختلف بالنسبة إلى أحمد نجيب الشابي أحد النواب المؤسسين. الدستور جيد وحقيقة مفخرة لتونس، لكنه مش كامل، هو كان وليد تسوية بين اتجاهات متناقضة، وبالتالي بالضرورة هك التسويات هذيك تتطلب مراجعة مع الوقت. لكن نغلطوا أنفسنا إلى نعتقد أنه لو كان بدلوا النص الدستوري تو الواقع السياسي التونسي يتبدل، بل بالعكس يلزمنا نعملوا على تطوير الواقع السياسي التونسي باش نرتقيوا إلى مستوى الدستور ونتمكنوا من تحسينه. وعلى هامش هذا الملتقى الدولي تم إهداء رئيس مجلس نواب الشعب معجما لتفسير الألفاظ والمصطلحات المفاتيح الواردة في الدستور، مع تضمينه مقارنة مع دستور 59، معجم تم إعداده بالمناسبة في انتظار صدور نسخته الفرنسية العام القادم. وبمجلس نواب الشعب وصلت اليوم لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب استماعاتها حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. في قراءة تحليلية لبنود مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن الماء، أبدى الخبير في الجيولوجيا محمد لمين لحيشي عديد التحفظات بشأنه، مطالبا بضرورة أن يمكن مشروع القانون هذا الدولة فقط بمهمة حفر الآبار وترك مهام البحث عن المياه ومتابعة الاختبارات للمؤسسات الجيولوجية التونسية دون فسح المجال أمام الشركات الأجنبية. والبحث عن المياه هي يجب تكون من اختصاص الخواص اللي هم عندهم المكاتب الدراسات المتوفرة واللي يقوموا بالأشغال هذه، ولكن ثم الدولة زادة اللي عندها لا ديريكسيون دي ريسورس اونو اللي الفولا ديفلوبي، معناها يلزمنا يعطيوها الإمكانيات أكثر ويدخلوا فيها خاصة الجيولوجيين والليزيدرو جيولوج اللي هما أساس البحث على المياه.
مسألة فسح المجال أمام المنافسة الخارجية للتنقيب عن الماء تباينت بشأنها آراء أعضاء اللجنة، بين من يراها ضرورية لتعزيز إمكانيات الدولة في هذا المجال، وبين من يرى أنه من الضروري الاستغناء عن خدماتها، لكنهم أجمعوا على أن بعث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه ستمكن الدولة من كسب أرباح طائلة. في بعض الحالات تستدعى أنك تدخل الأجنبي، وهما معناها باش نبدلو لهم التخوف نتاعهم، راهو لابد من تدخل الدولة، لابد من الشركة هذه باش تبعث للحد من معناها الاستغلال العشوائي واللي هرم اللي هو بيدو عمل على تهريم المائدة المائية. إحداث الشركة هذه وتزويدها بالإمكانيات باش يمكن من ربح قسطهم من العملة الصعبة، وباش يمكن خاصة من سرعة الإنجاز وتلافي معناها سقوط بعض الآبار، ونعرفوا لهذا عندها تأثيرات كبيرة على الفلاح. الشركة هذه مش تدخل في إطار الصفقات العمومية تنافس القطاع الخاص، ثم مناطق الخواص ما نجموش يدخلوا فيها، اللي هي مناطق تعرف الحجرية واللي هي ذات عمق معناها كبير خاصة في الجهات الداخلية. الشركات الموجودة تاع التنقيب الخاصة ما تنجمش تدخل فيها. وأثر استكمالها لجلسات الاستماع لعدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، شرعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات سلة في إعادة دراسة مشروع القانون فصلا فصلا للمصادقة عليه صلب اللجنة، ثم إحالته فيما بعد على الجلسة العامة. وبمجلس نواب الشعب وبمناسبة الشروع في سلسلة من الاستماعات حول مشروع قانون ينظم محاضن ورياض الأطفال، كان تنظيم المحاضن والرياض إضافة إلى تسييرها وتحديد هياكل مراقبتها وضبط العقوبات في حالة المخالفة من النقاط التي تم طرحها داخل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بحضور منظمات من المجتمع المدني. الاستماع إلى بعض ممثلي المجتمع المدني داخل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أسهم في تقديم جملة من المقترحات والأفكار وتوجيه بعض الانتقادات لمشروع قانون محاضن الأطفال ورياض الأطفال كغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال، إضافة إلى عدم انسجامه ومجلة حقوق الطفل. الحل اللي باش تقدمه الدولة من هنا فصاعدة للعائلة التونسية، نقعدوا باقي معولين على الكفالة متاع العائلة خاصة فيما يخص المحاضن. لابد من توفر المراقبة الوبائية هذه باعتبار انه عديد الأمراض وعديد الإشكاليات الصحية موجودة، ولابد من الاهتمام أيضا بالناحية النفسية للطفل باعتبار انه الشخصية متاع الأطفال تصاغ في السنوات هذه. احنا حابين ناكدوا على الجانب البيداغوجي باش نحاولوا نوصلوا معناها الطفل نتاعنا باش يكون طفل متكامل، شخصيته متكامله، نزرعوا فيه حب البلاد، حب العمل التطوعي. الفصل 12 من مشروع القانون نص على ضرورة انتداب إطارات تربوية للعمل وفق عقود عمل مع شراط التخصص والتكوين في مجال الطفولة. احنا ندعو انه يستوعبوا الناس اللي تخدم بالالف الان في رياض الاطفال واللي قايمين بتربص يحافظوا عليهم، والقانون اللي يشترط التخصص في مجال الطفولة يقع تطبيقه بعد تسوية وضعية هؤلاء. شرط توفر المؤهلات عند المكونين والفضاء الخاص عقيم ذي حاجة هامة، وفي نفس الوقت معناتها أنه الروضة ما عندهاش الحق تمتنع على قبول طفل معاق إلا يعني مدام فيها فما تقرير يقول كون الطفل المعاق ذاك قابل الاندماج في الوسط متاع المؤسسة الطفولة. هذا وقد تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع الهياكل المعنية بمجال الطفولة. وزارة التربية تشرف على الأقسام التحضيرية اللي هما أبناء 5 سنوات، ولابد من التنسيق في المحتوى وفي الشكل وفي المراقبة والمتابعة والتقييم. هو دفاع على حقيقة على حقوق الطفل، واللي هو معناها يعتبر المخزون البناء الأساسي للدولة متاعنا معناها في السنين المقبلة، معناها التكوين متاعه والتربية متاعه والتعليم متاعه والصحة متاعه، هذه كلها أمور لازم تكون موجودة. استماعات ومقترحات تستبق الشروع في مناقشة مشروع قانون محاضن الأطفال ورياض الأطفال قصد تلافي خروقات لطالما رافقت هذا المجال.
وقد وصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وقد أدخلت اللجنة منذ دراستها لهذا المشروع العديد من التحويرات المهمة على بعض الفصول القانونية حتى يصبح القانون أداة تشريعية فعلية تحمي المبلغين وتضمن مكافحة الفساد في البلاد. هذه الضمانات هو أن نحافظ على هوية الأشخاص، نحافظ على هوية الأشخاص، وأن نسلط عقوبات شديدة على كل من يكشف على هوية المبلغ وعلى كل من يكشف على هوية كشف فساد. وهذه العقوبات وصلنا حتى جرمناها بنص القانون. اللجنة أجرت تحوير على الفصل السابع من هذا القانون اللي بموجبه تصبح الإبلاغات كلها مركزة عند الهيئة، ما تمرش في الهياكل العمومية حتى لا يسلط الضغط على كشف الفساد. والهيئة تختص بجملة البلاغات اللي هي من معناها من اختصاصها، وتوجه البلاغات إلى الهياكل العمومية مجهولة الهوية. وقد بينت المعطيات الأخيرة لمنظمة الشفافية الدولية تحسنا طفيفا في مؤشر مدركات الفساد في تونس خلال سنة 2016، حيث احتلت تونس المرتبة 75 عالميا من مجموع 176 دولة، فيما احتلت المرتبة 7 عربيا، معطيات قدمتها منظمة أنا يقظ خلال ندوة صحفية. تحسن طفيف حققته تونس في مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2016 حسب معطيات منظمة الشفافية الدولية، هذا ما أعلنته منظمة أنا يقظ خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم. بالنسبة لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2016 اللي تطلق منظمة الشفافية كل سنة، اليوم سنة تونس احتلت المرتبة 75 من 176 دولة، كذلك تقدمت في عدد النقاط المسندة إليها في المؤشر هذية اللي هي 41 نقطة على 100، فهو تقدم نجم نقوله طفيف بارابور يعني بالمقارنة مع السنوات مع السنة الفارطة، لكن تونس مثلا في المؤشر هذية مقارنة بالبلدان العربية هي احتلت المرتبة السابعة. المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ أوضح أن هذا التقدم يرجع إلى عدة عوامل أبرزها التطور في مستوى القوانين والتشريعات والإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد، من بينها إقرار قانون حق النفاذ إلى المعلومة والمصادقة على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى، بالإضافة إلى تطوير قدرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها، إلى جانب ما نصت عليه اتفاقية قرطاج في أحد بنودها من مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب، واعتبار رئيس الحكومة يوسف الشهادة مكافحة الفساد ضمن أولوياته بعد محاربة الإرهاب. هناك عدة عوامل كما قلنا، موضوعية قانونية وتشريعية تم أخذها بعين الاعتبار وساهمت في التقدم الطفيف لتونس على مستوى مؤشر مدركات الفساد، لكن يبقى القضاء هو الحلقة الأضعف في محاربة الفساد. اليوم الحل هو أنه يتم استكمال الترسانة القانونية على مستوى البرلماني، كما قانون حماية المبلغين، التصريح عن الممتلكات، الإثراء غير مشروع، تضارب مصالح. هذه الترسانة القانونية المنقوصة في تونس اليوم على مستوى التشريعي، وأيضا ندعو القضاء التونسي إلى الالتحاق بركب البرلمان والحكومة في محاربة الفساد. هذا وقد تضمنت المراتب العشر الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للسنة الماضية بلدانا عربية، وهي كل من ليبيا وسوريا والعراق والصومال والسودان واليمن. وتزامنا مع صدور التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في مجال مكافحة الفساد، تم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توقيع اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تمكن من تعزيز قدرات الصحفيين القانونية والمهنية في التعاطي مع ملف الفساد. تحسن ترتيب تونس عربيا ودوليا في مجال مكافحة الفساد ضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016 بعد تراجعها خلال السنوات الثلاث الماضية، أرجعه البعض للمجهود الوطني لمكافحة الفساد والإجراءات التي تم إقرارها في مجال تكريس الشفافية.
بفضل هذه الهبة الوطنية اللي لاحظناها تعزت وتأكدت أكثر سنة 2016. والهبة هذه الوطنية هي الحقيقة اللي دفعت في اتجاه أنه الطرف الحكومي انتقل من وضعية إنكار إلى حالة الاعتراف وإلى الالتزام الطرف الحكومي أنه باش يساعد في هذا الاتجاه وفي هذه معناها الحرب وفي هذه الجهود الوطنية. فهذا بطبيعة الحال كان عنده معناها تأثير. فبالتالي نحن نحب نشكر المجتمع المدني، نحب نشكر السادة النواب. هذا وتلعب السلطة الرابعة دورا هاما في نشر ثقافة رفض الفساد. الصحفي له دور أيضا في كشف الفساد من خلال التحقيقات الاستقصائية، من خلال محاربة الفساد، ومن خلال شن الحملة والحرب على الفاسدين والمفسدين. ثم أيضا يجب أن نفهم جيدا أن الفساد يعني شبكي، يعني عصابات الفساد تتضامن فيما بينها، الفساد ينتظم في شكل شبكات، وعليه على الصحفي أن يقوم بالتشبيك أيضا من خلال المنظمات، من خلال الجمعيات والنقابات، من خلال المجهود الجماعي لمحاربة الفساد. وتزامنا مع إطلاق منظمة الشفافية الدولية لتقريرها، تم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين توقيع اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقضي بتعزيز قدرات الصحفيين القانونية والمهنية في التعاطي مع ملف الفساد. خلال هذه الاتفاقية تعمل النقابة الوطنية للصحفيين وهيئة مكافحة الفساد على تكوين الصحفيين وتدريبهم، سواء كان في مجال الصحافة الاستقصائية أو في مجال صحافة مكافحة الفساد، وأيضا تمكينهم من الآليات، سواء كان الآليات المهنية وأيضا الآليات والمعارف القانونية لضمان سلامتهم أثناء يعني القيام بالتحقيقات الاستقصائية في مجال مكافحة الفساد. كما تتضمن الاتفاقية إطلاق الجائزة الوطنية والسنوية للصحافة الاستقصائية. في مجال التشغيل، قال وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري خلال ندوة خصصت للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مشروعي، قال إن هذا البرنامج يهدف إلى توفير أكثر من 6000 موطن شغل في تونس خلال السنوات الخمس المقبلة. بعد نجاح برنامج مشروعي في توفير أكثر من 1250 موطن شغل لشباب باحث عن عمل، أعطيت إشارة انطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يؤمل أن يوفر أكثر من 6000 موطن شغل في تونس خلال السنوات الخمس المقبلة. المرحلة الثانية مش تتم تعميمها إلى 14 ولاية داخلية، كل الولايات ذات الأولوية باش تكون معنية بهذا المشروع، مرافقة 24000 شاب وخلق 6000 موطن شغل في السنوات القادمة. المشروع هذا أهميته من أنه يواصل الديناميكية الكبيرة اللي قاعدين كحكومة وحدة وطنية مركزين عليها. المشروع سيمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقد انطلق فعليا في شهر أكتوبر من السنة الماضية، على أن يتواصل إلى غاية سبتمبر من سنة 2021. ديناميكية جديدة في سوق الشغل سيقدمها برنامج مشروعي في مرحلته الثانية، تماشيا مع السياسة الجديدة التي تعمل حكومة الوحدة الوطنية على ترسيخها، والتي تقوم أساسا على دعم روح المبادرة الخاصة والتشجيع على المغامرة. المبادرة الخاصة وخلق المشاريع الصغرى هي فيها خلق موطن شغل وفيها خدمة، ولكن فيها أيضا مساج أهم أنه عقليتنا قاعدة تتغير، قاعدين نأخذ في مستقبلنا ومصيرنا بيدينا، قاعدين نأخذ في المخاطرة، نغامر ونتحرك وما عادش نستناو. إنكم تتمتعون بثروة خاصة جدا، هي هذا الشباب الذي يتمتع بمستويات عالية وله قدرة واسعة على التطور ويريد أن يساهم في تطوير اقتصاد البلاد، والمطروح هنا هو كيفية إيجاد القنوات التي تضمن له ذلك. فرصة جديدة يقدمها برنامج مشروعي للعاطلين عن العمل لبدء صفحة جديدة في حياتهم المهنية، فرصة لا تقتصر على توفير الموارد المالية ولكنها تضمن أيضا الإحاطة والتكوين. في مجال السياحة، تواصل هذه الأيام وزارة السياحة حملتها التربية للوجهة التونسية، حيث كان آخر صدى لها في الوسط السياسي والإعلامي بفرنسا. وكأن السياحة التونسية تتبع خطوات المناخ الذي أنعم بالغيث هذا الموسم، فيبدو أن النزل ستزهر بروادها بعد شبه جفاف. تفاؤل أهل القطاع بحصاد هذا الموسم السياحي ينبع من هذه الإشارات الأوروبية، وآخرها من باريس، حيث تحركت وزارة السياحة بين مختلف أوساط النفوذ السياسي والإعلامي والبرلماني في نطاق حملتها المكثفة لإعادة توهج الوجهة التونسية.
صحيفة لوفيغارو الفرنسية تعنون مقالا لها صدر اليوم. السياح الفرنسيون بدأوا يحزمون حقائبهم نحو تونس. هذه حاجة مهمة، وثما هي مؤشرات إيجابية على الأسواق التقليدية اللي كان فيهم تراجع كبير 2015 و2016، وإحنا إن شاء الله نبنيو عليهم. إحنا البارح كنا في اجتماع في السينا الفرنسي مع وزير الأول السابق نتاع فرنسا غفاران، اللي هو عمل استدعاء للفرنساويين كلهم باش يجيو لتونس، معناها خاطر الثقة في تونس رجعت من ناحية الأمنية ومن ناحية السياحة قاعدة تسترجع في قواها، وإن شاء الله 2017 نرجع كل الأرقام اللي كنا فيهم قبل. بقية الأسواق التقليدية منها والخارجية تأتي بدورها ضمن أولويات العمل وحملات الإقناع التي يقوم بها مختلف القائمين على إنجاح قطاع السياحة. موقفناش العمل على السوق التقليدية نتاعنا، الأسواق التقليدية، وهذه معناها ماهوش جاي باغازار، معناها سي نتيجة عمل قمنا به في الجهات هذوما وقاعدين نقوموا به في الجهات الكل. توا إن شاء الله العمل يكون في بلدان كيما بريطانيا اللي توا فيها بعض المشاكل، بلجيكا كيف كيف ثم معناها تحسن وتطور في السوق البلجيكية كيف كيف، قاعدين يعاودوا بالرغم التحجير على تونس في بلجيكا قاعدين يرجعوا السياح البلجيكيين. هذا وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد السياح الأوروبيين قد ارتفع مقارنة ب15,000 إلى 1,400,000 سائح، لكنه يقارب نصف العدد المسجل في عام 14,000. دوليا قتل 28 على الأقل وأصيب العشرات من بينهم صحفيون في هجوم مزدوج نفذه مقاتلون من حركة الشباب الصومالية المتشددة على فندق وسط العاصمة مقديشو. وكان مقاتلو حركة الشباب قد هاجموا بسيارة ملغومة بوابة الفندق الذي يقيم فيه سياسيون. وذكرت الشرطة وشهود عيان أن معركة بالأسلحة النارية اندلعت في وقت وقع فيه انفجار ثان نفذ بسيارة مفخخة. أعلن الجيش الليبي اليوم عن استعادة السيطرة على منطقة قنفودة غربي بنغازي بالكامل، وذلك بعد تراجع عناصر ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي والقاعدة تحت قصف مدفعي وجوي عنيفين. وقالت مصادر من الجيش الليبي إنه تم تحرير 62 أسيرا من قنفودة بالإضافة إلى 30 أسرة وأكثر من 40 عاملا أجنبيا. وقد كان مصير المدنيين المحاصرين في قنفودة محل اهتمام كبير، حيث دعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إلى منحهم ممرا آمنا. غدت مباحثات أستانا بكازاخستان التي انتهت باتفاق إحداث آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا بين المعارضة المسلحة والجيش النظامي السوري، يتواصل النزاع بين الفصائل السورية. تمخضت محادثات أستانا حول السلام في سوريا عن تعهد الدول الثلاث الراعية للمباحثات روسيا وتركيا وإيران بإرساء آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار، قرار لقي الترحيب من أطراف النزاع مع تحفظ الوفد المفاوض للمعارضة السورية على الدور الإيراني، كما حمل طهران مسؤولية عدم إحراز أي تقدم يذكر في المباحثات السياسية. موسكو من جهتها اعتبرت مباحثات أستانا ناجحة، وتحدث لافروف وزير خارجيتها عن دعوة ممثلي المعارضة السورية لمواصلة المحادثات في موسكو من أجل إرساء وقف دائم لإطلاق النار في سوريا. كما اعتبر المتحدث باسم الكرملين أن محادثات أستانا ستساعد في دفع عجلة المفاوضات المتعثرة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف الشهر المقبل. وبالتوازي مع جهودها الدبلوماسية لإرساء وقف دائم للنار في سوريا، يتواصل الدور العسكري، فقد تجددت ضربات كل من تركيا وروسيا على مواقع داعش الإرهابي. ففي امتداد لعمليات درع الفرات، شنت القوات التركية غارات على مواقع التنظيم الإرهابي شمالي سوريا، وقال الجيش التركي إنها أسفرت عن تدمير 180 هدفا والقضاء على عدد من عناصر التنظيم. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه قواتها لست قاذفات طويلة المدى دمرت أهدافا لتنظيم الدولة الإرهابي في محافظة دير الزور السورية. وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن الطائرات أقلعت من أراض روسية لتشن أحدث ضربات جوية تستهدف المتشددين في المنطقة ذاتها. وفي تجاهل تام لما يدور في أستانا، يتواصل الصراع المسلح بين الفصائل السورية،
مصادر من الجيش السوري الحر تحدثت عن انتزاع جبهة فتح الشام أو ما كان يعرف بجبهة النصرة الإرهابية أمس لمناطق يسيطر عليها جيش المجاهدين، وقالت إنها أبادت المجموعة المسلحة التابعة للجيش السوري الحر. في الرياضة، مستفيدا من أدائه الراقي في الدور الأول، بدأ المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. عاد المنتخب الوطني التونسي إلى أجواء التمارين بعدما تمتعت عناصرنا الدولية بيوم راحة أمس الثلاثاء، وبدأ التركيز على اللقاء المنتظر ضد بوركينا فاسو يوم السبت المقبل مع حضور كامل المجموعة من ضمنهم قائد المنتخب أيمن المثلوثي المتغيب البارز عن مباراة زيمبابوي الاثنين الماضي. نصور بوركينا فاسو عنده عدة نجوم، فريق محترم، ظهر لي في جروب نتاعو مترشح الأولاني، إن شاء الله باش نحضروا له كما أي فريق، وبقدرة ربي إن شاء الله باش نستغلوا نقاط الضعف نتاعو، وإن شاء الله يا ربي ليسونسييل إن شاء الله نترشحوا ونفرحوا جمهورنا إن شاء الله. بعد المردود معناه المحترم الحمد لله اللي قدمناه، إن شاء الله نكملوا بنفس ليتا ديسبري، وإن شاء الله نعملوا الماكس نتاعنا باش نوصل لأكثر نقطة معناه في الكوب دأفريقيا هذه نجموا نوصلوا. سنلعب مباراة سيقصى فيها الخاسر مباشرة، فلا بد أن نكون جاهزين لذلك، ولا خيار لنا سوى الفوز للتأهل. وتحد عناصرنا الوطنية رغبة كبيرة في تجاوز عقبة المنتخب البوركيني والتأهل للمربع الذهبي لأول مرة منذ مسابقة سنة 2004. نستحفظوا على الايجابيات ونصلحوا الاغلاط. الاغلاط قاعدين نقبلوا في معناها نسجلوا فيها برشا اهداف، وقاعدين نقبلوا زاده في اهداف، لازمنا نصلحوهم الغلطات هذوما باش ما عادش نقبلوا ان شاء الله. اللي ماتش معناتها باش يكون صعيب شويه، اللي باش يكون مركز واللي باش يكون حاضر اكثر من الاخر هو اللي باش يفوز. ان شاء الله احنا نكونوا حاضرين كما يلزم، نبداو من اليوم نركزوا على ماتشونا وان شاء الله جاي خير. أما المنافس البوركيني فقد خاض حصة تدريبية انطلاقا في الساعة الخامسة في ليبروفيل بقيادة البرتغالي جيوارتي، وستعرف التشكيلة تواصل غياب بيترويبا عن مباراة السبت المقبل والمدافع المحترف في إسبانيا زونغو. المنتخب التونسي يملك لاعبين مهاريين وله خبرة المواعيد الكبرى، لكنه عانى في السنوات الأخيرة في كأس إفريقيا. نحترم كثيرا المنتخب التونسي، لكننا سنلعب مباراة جيدة وسنفوز. وسبق للمنتخب البوركيني خوض الدور النهائي لمسابقة سنة 2013 ضد نيجيريا. بتمنياتنا بفوز المنتخب الوطني نختم النشرة، وهذه عناوينها. مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل يتابع مناقشة التقرير الأدبي قبل المضي في التقرير المالي واللوائح والشروع في العملية الانتخابية. مشروع بحثي يطوع القدرات التقنية والتكنولوجية لمعاضدة المراقبة الإلكترونية في مجال مكافحة الإرهاب ويعزز القدرات في المناطق الحدودية. تسلم 100 حافلة مستعملة لتعزيز أسطول شركة النقل بعدد من الولايات، واعتماد استراتيجية المحطات متعددة الاختصاصات لتقريب النقل. ويمكنكم متابعتنا على الموقع الإلكتروني للتلفزة التونسية www.tunisiatv.tn. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.